بمناسبة ماتش النهارده، الحقيقة كان في حاجات يعني أقل حاجة تتقال إنها كانت غلسة شوية قبل الماتش، تتصدر من الزملاء في إعلام الفريق المنافس اللي هو فريق نادي الزمالك. شائعات وسخافات بدون أي مبرر. في البداية شككوا في نتيجة عينة محمد الشناوي. قال لك أصل ده هيفضلوا كده لحد قبل الماتش بشوية وبعد كده المسحة هتطلع سلبية. كده كده هتطلع سلبية. مين اللي قال كده؟ خلي بالك حضرتك بتتكلم عن النادي الأهلي. لو ما تعرفش النادي الأهلي شوف تاريخ النادي الأهلي. حضرتك كده بتشكك في نتيجة المسحة. وده أمر مزعج، مش مزعج للنادي الأهلي بس، حتى مزعج للمسؤولين. وحضرتك بتنجم تقول أصل المسحة هتطلع قبل الماتش سلبية. مين اللي بيعمل كده؟ الأهلي عمره ما بيعمل كده. خلي بالكم النادي الأهلي في ماتشات القمة بالذات ليه أكتر من موقف، موقف يحسب له، موقف يحسب له. ويمكن أنا قبل كده قلت لحضراتكم على موقف لما شال الفرقة الأساسي كلها عقوبة. قال لك عند، طب يقولوا له عندنا الزمالك طيب في الكاس وده ماتش واللي خسران بيطلع، ولا الهوا مفيش الكلام دوت عندنا في النادي الأهلي، مفيش. لعبوا بالناشئين وكسبوا وخدوا الكاس. بالعكس احنا عندنا في النادي الأهلي في وضوح من البداية، ومن ثلاث أيام قايلين المسحة الأولى طلعت سلبية، المسحة الأولى طلعت إيجابية، والمسحة الثانية إيجابية، وآخر مسحة طلعت إيجابية. خلاص هو من ثلاث أيام مستر موسيماني حسم الأمر تماما. وكلنا النهاردة ورا علي لطفي ورا فرقة النادي الأهلي كلها، لأن علي لطفي يا جماعة حارس كبير جدا. يمكن هو يعني مش عايز أقول اتظلم، ولكن جه في فترة الشناوي فيها عالي قوي، الشناوي عالي قوي. بس لو تفتكروا علي لطفي في إنبي كان إيه، وأنا متأكد إن الفترة اللي جاية إن شاء الله علي لطفي هيكون له دور كبير جدا إن شاء الله في انتصارات الأهلي القادمة بإذن الله، وأولها النهاردة إن شاء الله. هيكون له دور كبير جدا في الفترة القادمة مع عودة الشناوي إن شاء الله. علي لطفي حارس كبير جدا، وبعدين واجه الزمالك قبل كده هو كتير، ما هو كان بيلعب في إنبي وياما واجه الزمالك وكسب الزمالك هو في إنبي، فالموضوع مش غريب عليه. الأمر علي لطفي متعود عليه من أيام ما كان في إنبي، فالماتشات دي ما تخوفوش. ممكن في قلق عادي، أنا كلاعب كورة طبعا القلق ده ظاهرة صحية، في قلق طبعا، ولكن لما بنزل الملعب خلاص بحاول اثبت نفسي، حاول اثبت ان انا جدير بالمكان اللي انا فيه. وبعدين عايز اقول لكم حاجه بمناسبه المسحه ومش المسحه والكلام الفارغ ده، الاهلي بيهمه طبعا سلامه الشناوي. مش ممكن كان هيضحي بالشناوي والمسحه بتاعته ايجابيه، مش ممكن كان هيضحي بزمايله والمسحه بتاعته ايجابيه. احنا كل اللي يهمنا طبعا سلامه جميع اللعيبه وسلامه لعيبه نادي الزمالك. يعني ما بنقولش على نادي الاهلي بس ولاعيبه النادي الاهلي، لا، ويهمنا ايضا سلامه لعيبه نادي الزمالك. انما بعد كل ده تيجي تقول لي النادي الاهلي مش عارف عايضة. مش النادي الاهلي ده يا حبيبي، ده مش النادي الاهلي. وبعدين ده احنا بنعمل مسحه كامله مش تحليل اللي هو الرابيد تيست، يعني النتيجه بتكون 100% صحيحه وظاهره وواضحه، مفيش الكلام اللي هي مش عايز اتكلم، مش عايز اقول لفظ مش كويس. كمان بمناسبه الشناوي طلع يقول لك ايه، يعني احد الزملاء قال لك يا احمد يا مجاهد اوعى تاجل الماتش عشان الشناوي غايب، اوعى تاجل الماتش. لا اقول لك انا بقى، تعالى انت حضرتك بقى افكرك بالتاريخ، ارجع للتاريخ كده. النادي الاهلي ما بيوقفش على لعيب، طبعا الشناوي لعيب كبير و يعني احسن حارس مرمى في افريقيا واحسن حارس طبعا مرمى في مصر في الاول، وطبعا غيابه طبعا عن الفريق خساره، طبعا خساره. ولكن احنا كاهلاويه عندنا ثقه في البديل، مش عايز اقول البديل، ولكن عندنا ثقه في علي لطفي اللي ان شاء الله هيأدي اداء كويس الفتره دي او الفتره اللي جايه ان شاء الله. ومن من النهارده باذن الله كلنا ورا لعيبه النادي الاهلي. الفتره حرجه جدا جدا جدا، انا مش عايز اقول لحضراتكم، انا كلاعب كوره ببقى طالع من الماتش في ضغوط نفسيه وفي ضغوط جوه الملعب وفي ضغوط بره الملعب
وانا بني ادم، انا لحم ودم، يعني انا عايز فتره استشفاء بعد ما اطلع ماتش زي دوت، عايز فتره استشفاء. ده انت ما بتلحقش تديني يوم يا راجل، ده انا يا دوبك هنام العب تاني يوم الماتش. ده احنا عندنا 7 ماتشات في اقل من 20 يوم. فين في العالم الكلام ده بيحصل؟ انت عايز توقعني؟ المهم الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها في اللي هي السخافات اللي يقول لك النادي الاهلي هيعمل كذا، ويا احمد يا مجاهد النادي الاهلي عايز ياجل ماتش. مين قال لك؟ مين قال لحضرتك ان النادي الاهلي عايز ياجل ماتش؟ مين اللي قال لك كده؟ النادي الاهلي مش عايز يعمل قلق ابدا في الرياضه وفي الكره المصريه بالذات. جايين على نفسنا في حاجات كتير قوي قوي، والفتره الجايه هتشوفوا حضراتكم حاجات كتير قوي غلسه. انما النادي الاهلي ما قالش حاجه. النادي الاهلي، للي ما يعرفش النادي الاهلي زي الاخوه اللي هم عاملين نفسهم ما يعرفوش تاريخ النادي الاهلي، اقرا حبيبي عن النادي الاهلي وشوف تاريخك انت والنادي الاهلي، وشوف ماتشاتك انت والنادي الاهلي، وشوف النادي الاهلي كان بيعمل ايه. بس مش هقدر اقول اكتر من كده.